السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برج الحوت، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله فضلا وليس امرا. ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، بسم الله الكاشف. شوف الملح الروحاني والسبحة شايلالك إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إنسان صبور، يعني شايفك أنت إنسان صبور ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم انك بتقدم عطيات كتيرة. ربنا بينصرك على امور معقدة حواليك، وكأني شايفك هنا يعني بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيه. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه يعني مش بيدر حق، حديثه مش بيدر حق. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، شايف برضو في افكارك، شايف في افكار عندك، في افكار شغل او افكار نجاح، عمال تفكر. انت تعبت كتير ومريت بظروف كانت اقوى منك. في عندك خيارين بين يعني فرصتين، وهكون يعني متردد، شايف عندك تردد أيهما تختار، ولكن شايفك هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار ثاني. هنا ما تحاولش الفترة اللي جاية تدي ثقتك الزايدة، يعني تدي ثقتك الزايدة عن اللزوم في أشخاص اللي حواليك، لأنك عندك الخذلان موجود، عندك الخذلان موجود، عندك هنا تغير في وظيفة الفترة اللي جاية، وده نتيجة يعني زيادة المسؤوليات. عندك علاقتك مع الحبيب محتاجة وقت تفكير حتى تقيم علاقتك، شايفك حتى تقيم علاقتك بيه. شايفك هنا هنا بيدعوك للسلام النفسي والسلام الداخلي، وحاول تحرر نفسك من الأشخاص السلبية اللي عليك خلال الفترة دي. شايف هنا يعني عندك شخص، هيكون الشخص ده، شايف الشخص ده عندك هيكون يعني ما اللهم صل على سيدنا محمد معاك في يعني في ما بينك وما بينه معاك، هيكون مخلص ليك. شايف هنا عندك مشكلة بتكبر او بتكبر، شايفها بتكبر ما بينك وما بين شخص. نفسيتك الفترة دي هتكون مش مظبوطة او مش مظبوط. عندك خروج من أزمات حواليك، عندك خروج من أزمات حواليك، عندك مشكلتين مع شخصين مختلفين، وفي عندك هنا عودة لشخص من الماضي. شايف هنا حد بيعرض عليك علاقة غير شرعية، بس ممكن بذكائك تخليها شرعية. في إنسانة هنا حكومية أو إنسانة يعني شايفها هنا، شايفها وشايف الحكومة، الإنسانة دي يعني حصل ما بينكم مشاكل أو مشتكيات أو حاجة زي كده. شايف هنا في شخص هيسرق منك، يعني بيسرق منك لقمة عيشك أو رزقك أو رزق يعني داخل لك من بعد تعب. وفي عندك هنا نقلة قريبة، عندك سفر جاي لك، وعندك هنا قاعد أراك يعني عندك قاعد مع شخص مهم، هتكون في صلح أو في صالح، أو يعني هيكون في حاجة ليك أنت، في حاجة ليك أنت. شايف هنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. التقلبات المادية يعني تعب نفسيتك، وأنا شايف لك هنا عقلك شغال تفكير في كل حاجة، في كل شيء حواليك، عقلك شغال تفكير في كل شيء حواليك. في أشخاص حواليك يعني بتحرف عليك كلام او بتقول عليك كلام، ولكنها بتزود عليك كلام، بس احذر منهم، احذر منهم.
محتاجك هنا ترتاح نفسيا وجسديا الفترة دي. لا ريح نفسك. شايفك هنا في ناس هنا يعني بتحاول تظهر بصورة كويسة، الناس دي بتحاول تظهر بصورة كويسة لكن هي خبيثة، هي خبيثة. شايف هنا بقول ليك علاقتك مع الحبيب الفترة دي على قد ما هتكون مستقرة على قد ما هتكون صامتة. احذر الفترة دي من مشكلة عائلية هتتحط فيها، هيدي لك رسالة من شخص هيكون يعني فيها عتاب ليك ولوم، وعندك شخص كل ما حاولت تظهر يعني نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك أكتر الفترة دي. هتفكر شايفك هنا في يعني في رياضة كتيرة تخص في شغلك، هيكون يعني هنا في حد هنا في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعد فترة التغير من عمل لعمل اختار شايف اتنين، شايف اتنين اوقات او اتنين اوقات او شغلانتين دايل لك هذا زي كده. ربنا بينصرك على شخصين، حديثهم معاك يعني بيزعلك وفي عندك مبلغ بيجي لك بتحافظ عليه علشان بتستخدمه في مصلحة. في شخص علاقتك بيه منقطعة او فراق بينكم وبينه، شخص عزيز على قلبك، ممكن حبيب او شخص او صديق او شخص عزيز على قلبك هيكون فيه صلح. شايف يعني هنا شايف علاقتك يعني بتصلح خلال الفترة اللي جاية، علاقتك بتصلح خلال الفترة الجاية. بس هنا دايما علاقتك شايفك بحد هنا علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك، في حد هيتعبك الفترة دي او حد تعبك. احذر الفترة دي من الناس اللي حواليك، في ناس يعني بتتمنى تأذيك، ناس بتتمنى لك الشر، الناس دي في ناس كتيرة مش حبالك الخير، مش حبالك الخير. خلي بالك الهم والحزن اللي جواه قلبك ده يعني مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتيرة. شايف هنا يعني هموم كتيرة جواك محتاج يعني حد يزيح عنك، حد يزيح عنك كل الهموم فيها. يعني هنا اشخاص او شخص انت بتقف معاهم في ازماتهم وهم دايما مكرين او مكرين الحاجات دي اللي انت بتعملها معاهم. شخص هيديلك لحد عندك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كتيرة صدرت منه، ولما هنا قعد بينه وبين نفسه غلط نفسه على غلط، شاف الغلط وعرف وغلط نفسه كمان. في اشخاص كتيرة يعني هنا انت هتقبل منهم الاعتذار ام هترفض. في انسان هنا افعالها مش كويسة، حمقاء معاك وكأن افعالها ازدادت يوم بعد يوم، هتبعد عنها وهترفض معاها اي حديث مرة ثانية. اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، لان رب العالمين الوحيد اللي هيحقق امنياتك. وحاول ان تعزز علاقاتك مع الاشخاص الفترة اللي جاية، عندك مكانة حلوة هتوصل ليه في اي شيء، وعندك هنا نقل هتفكر فيه عن قريب كمان. يعني هنا في بس عندك في مشكلة عندك في عتبة البيت، في مشكلة عندك في عتبة البيت وكأن المشكلة دي يعني بتكبرها عشان تعزل بتعزل. شايف هنا هتسمع على حد وكأن شايفك هتدخل في تعب صحي، هيدفع يعني هتدفع فلوس فيه على الدكتور. في شخص انت اللي مكانه يعني اللي مكانه في مكانة جوا قلبك، شخص ده في مكانة جوا قلبك، حاول يعني تنزل مكانته من قلبك لأن هيجي الوقت اللي هتكتشف وهتكشف ليه انه يعني هذا تكشف ليه انه يعني مش بينفعك ولا هتنفع، لا ينفعك ولا هتنفعه. احذر من تعابين،
احذر من ثعابين حواليك، احذر منهم. الأولى واحدة ست بتحاول توقعك في غلطات، والتاني راجل وعايز يستغلك في شخص زيك من مكان بعيد، بس بياخد معاه خير منك وهو ماشي. شاف هنا شخص بتقعد معاه بتنبسط بمعرفته جدا، في ورقة حكومية بتخلصها على خير، بتمسك يعني مبلغ مالي بتفرح بيه. شاف تمسك مبلغ مالي بتفرح بيه. فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، دعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. شاف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني أنا شافك هنا في أشخاص بتحاول تهد طموحك وتفشلك في حياتك، ودي يعني ناتجة من الغيرة اللي يعني ناتجة من الغيرة اللي حواليك. حاول يعني هنا ترتب أمورك بشكل صح، وحاول كمان يعني هنا تغير من بعض تفكيرك اللي أنت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هيكسر بخاطرك بسبب كلامه المزعج، عندك شخص من عتبة العيلة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة. بقول لك أنت تعبت كتير ومريت بظروف كانت يعني تعب وضغط بنسبة يعني كبيرة. ليك شخص أنت هنا أنت سمحته كتير من مرة ومرة، سمحته كتير وبتسامحه الشخص ده. شافك انت يعني سمحته كتير او بتسامح الشخص ده. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك في ان شاء الله في بركة في الرزق، بركة في الرزق، وتخص يعني انا شايف عندك ربح زيادة في الرزق من العمل او زيادة راتب، او هيعلى شأنك في العمل في الوظيفة او ديالك وظيفة. في قرار صح بتاخذه يخص عملك كمان، هو اللي هيعلي من شأنك شوية. عندك هنا يعني شخص كسر قلبك، جرحك، زعلك، مزعلك يعني الشخص ده أذاك بكلام أو جرحك بكلام، وأنا شايف في زعل أو من أنت زعلان منه. بس خلي بالك من الست، الست دي بتدور على كل شيء يحرق دمك، بس عاملها لك طاقة سحر بالوقف الحال والعراقيل كتيرة، حتى العراقيل كتير واقفة في حياتك، ووقف وضغط وتعب بسبب السحر. في سفر أو أنت بتتمنى تسافر، أنت بتفكر تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، عايز تفك السحر اللي عندك بأي طريقة. بس برضه شايف لسه البحر لسه حزين، يعني لسه حزين وكاتم دموع. كل أحلامك ستتحقق، ستتحقق قريبا، ربنا هيعوضك خير وسعادة ما كنتش تتوقعها، ربنا هيعوضك كل الخير والسعادة، ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات حتى لو أنت مش شايف الخير ده. الخير دايلك، الخير دايلك، ربنا هيطلع لك الخير من كل وسط الأزمات. ليك فرحة قريبة بإذن الله تعالى، عندك زواج، في بشرى بالحمل كمان، شايف في بشرى بالحمل، يا إما خطوبة في أرض بيتك، يعني شافك لابس خاتم ممكن تقول خطوبة، وعندك النقلة من مكان لمكان، إن شاء الله تشتري المسكن اللي أنت حابب تسكن أو حابب تنقل من المكان لمكان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم وإياكم جميعا يا رب العالمين. هذا قراءتنا أخواتنا في الله، وأتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وإن كنتم لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، الفيديوهات كلها منزلها من قبل داخل القناة، جميع الإعلانات والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا يشرفنا في الإعلانات.